مرحبا. وحام حامل يتحول لبراند عالمي ترند، والسبب كله الضجة على مواقع التواصل الاجتماعي. راح تقولون شنو هو؟ هو شوكولات دبي. صاحبة الفكرة هي فتاة مصرية اسمها سارة حمودة، بدت الفكرة بعام 2021، واليوم يلا اشتهرت وبشكل كلش كبير. وين ما تروح وأي موقع راح تفتحها راح تشوف هذه المنسلة قدامك. مو بس هيك، محلات البيع عليها زخم وحجز بطريقة لا توصف من غير اللي دا يسووها بالبيت طبعا. راح تقولون ليش هسه يلا اشتهرت؟ استراتيجية البيع لعبت دور كلش كبير بشهرتها، لأن موقعهم يفتح بس 10 دقائق باليوم الساعة 5 العصر طبعا، والكمية تكون جدا محدودة، هي 500 نستلة باليوم. ولهذا السبب كلها تتسابق حتى تحصلها. والله شنو، حتى نجرب الكاكاو والفستق والكنافة وهذا الميكس. وطبعا هاي مو أول مرة يشتهر ترند على التيك توك، فكل فترة تطلع أكلات غريبة، وطريقة التسويق والضجة هي اللي تخليها تاخذ أكثر من حجمها. وأنتوا قلونا جربتوها لو لا، وشنو رأيكم بها إذا جربتوها؟ فعلا تستحق هذه الضجة أم لا؟